كتاب شروط النهضة يقول: نحن، ويقصد بها الأمة العربية، لدينا قابلية خصبة للاستعمار. وأنا أقول نحن في المملكة العربية السعودية كشعب لدينا قابلية خصبة لعدم قبول الآخر الداخلي والخارجي. لو أردنا أن نعود إلى الوراء 30-40 سنة ونسمع خطابات المسؤولين كلها نيل من الكفار وأهل الكتاب والكفر واليهود، خطب الجمع في المملكة العربية السعودية ما عندنا شغلة غير السب في اليهود والنيل منهم والنصارى. علمونا وتعلمنا في مناهجنا إنه هذول أهل الكتاب أهل الكتاب. تعلمنا أيضا في مناهجنا إن الشيعة كفرة وإن الصوفيين ما دينهم ناقص. الشارع السعودي يقول ذلك، المجالس العامة تقول ذلك. أصبحت لدينا كراهية نحن أوجدناها بسبل التعليم. الإعلام ما عنده شغلة غير الصهاينة واليهود والكفرة، وقس على ذلك. ونسينا خطورة هذه الآلة الضخمة الإعلامية وتأثيرها على الشعب. لذلك الكراهية يعني أصلناها فينا. أنا في حياتي كلها ما قد شفت عالم من علمائنا أو فقيه من فقهائنا يجري لي مناظرة زي حقت مناظرة أحمد ديدات الله يرحمهم على القس المسيحي سوجارت. مناظرة أصبحت جزء من التاريخ، من منا ما يعرفها. أحمد ديدات طول الثلاث ساعات مع سوجارت لم يكفروا، لم يترفز عليه، لم ينبهوا، لم يقرعوا. نحن هنا في المملكة العربية السعودية إحنا هنا بنختلف في المنطقة الغربية مع المنطقة الوسطى مع المنطقة الشمالية، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. إذا أردنا أن نحن نكون مع الآخر يجب أن نكون واقعيين، وكفاية تنظير يا جماعة، وكفاية نضحك على بعضنا، وكفاية نقول قال الله وقال الرسول، نقرأ القرآن والسنة ولا نعمل بها. السنة والقرآن قالوا لنا نتعامل مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجواره عبد الله بن أبي بن أبي سلول شيخ المنافقين، وهو يعرف من فوق سبع سماوات أنه هذا بيؤدي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وصى سيدنا حذيفة ابن اليمان عن 40 المنافقين الباقين في المدينة حتى لا يثير فتنة. هذه المبادئ لماذا لم نزرعها فينا في أنفسنا؟ إحنا جيل الأربعينات والخمسينات، لماذا لم نعلمها لأولادنا؟ أولادنا شبوا في بيوتنا ما نعطيهم فرصة يتكلموا. المدرس اللي يبغاه هو اللي يسوي، الأستاذ في الجامعة اللي يبغاه، مدير الجامعة اللي يبغى يسوي، مدير التعليم اللي يبغى يسوي، الوزير اللي يبغى يسوي. الآن نجي نصلح؟ أنا أقول صعب. ضحكنا على أنفسنا 50-60 سنة، والآن عبر مؤسسة رسمية زي مركز الحوار الوطني أعتقد وأجزم أنها لن تنفع. وأنا من اليائسين المتشائمين، لأنه خلاص تأصل فينا كل شيء.